الله 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 يا الله أستاذ، الله 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 يا يا أستاذ أستاذ يا محمد. مبدع. الله الله إيه هو يكرمك. ده؟ لحن الموج إيه هو الجميل، إيه هو الكلام أحسنت. ده؟ حاجة جميلة، آه والله حاجة جميلة. ما شاء الله، والله عزف رقيق الله جدا يكرمك، الله يكرمك، وتفاصيل حلوة الله يكرمك الحقيقة، حبيبي. في غاية الجمال يا أستاذ أنا بس محمد كنت عايز والله. أقول حاجة عن النهاوند قبل ما أيوه أخلص. اتفضل يا اتفضل. فندم اتفضل. فقبل ما قصدي قبل ما أعزف، إنما لا يبقى النهاوند نسمع برضو نسمع. النهاوند ده مقام اسمه المقام المباشر لمقام العجم. يعني مباشر يعني بيبتدي من نفس الدرجة وينتهي في نفس الدرجة، من الدو للدو، والمجير برضو من الدو للدو، بس التغييرات الايه العرب بقى اللي هو جوه المقام. فده لما نقول مثلا سول، يبقى سول المباشر له يبقى سول مانير، فا ماجور يبقى فا مانير المناسب بتاعه. فالنهاوند ده قريب من مقام العجم الغربي، وهو في نفس الوقت ايضا مقام غربي. يعني النهاوند مقام غربي والعجم مقام غربي، يعني بيستعملوه في الغرب. يعني هم دول المقامين اللي حليتهم بالمباشر بتاعهم بالمناسب بتاعهم بتغييرات بسيطة كده، فهم ما حلتهمش غير النهاوند والعجم اللي هو المنير. يعني النهاوند اللي هو المقام الصغير، والكبير اللي هو المجير بس. فاحنا استعملناه طبعا في حاجات كبيرة كتيرة، يعني زي ما يا حلو صبح يا حلو طل مثلا، سمرة يا سمرة مثلا. منتشر يعني منتشر كتير كتير، في طبعا شغل كتير، في شغل في كتير شغل في مصر كتير قوي قوي منه. فطبعا حاجة في شغل مقام كتير. جميل ودمه خفيف، وخفيف على السمع يعني، جميل اه قوي. تمام 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 وشكرا ليكم، متشكرين. احسنت. والحقيقة ايه هو ده؟ رقيقة قوي يعني، لو ايوه المقام ده طبعا. بيطلع بالشكل ده فعلا فعلا في حاجة فعلا جميل، شكل عزف جميل. اه